signings of players, like 19 players for the future committee. So the second game, when we first get the draft out in there for two to connect, which we have a special strategy for that? No, we're playing a normal game. For us, the score is 0-0. And we come here to play on a game that is 0-0. So I think you understand what will be the strategy when you have 0-0. هكتب لي استراتيجيه خاصه بقول لك ما عنديش استراتيجيه خاصه احنا بنعتبر نفسنا تعادلنا 0-0 وكان بنبدا المباراه والنتيجه 0-0 ما عندهاش اي حاجه ترسل لينا فانت متخيل ممكن يكون بيلعبوا ازاي ممكن هيبقى اداء بتاعنا ازاي It's important for us to score a goal here or two. مهم جدا نسجل هدف او هدفين هنا. But we know it's not going to be easy. بس طبعا احنا عارفين انه مش هيكون سهل خالص. And we might not even score. ممكن حتى ما نسجلش خالص. But you must also understand that when the player was not red carded, when it was still 11 against 11 on the pitch, we still played very well. بس برضو حضرتك بتقول بعد 35 دقيقة في كارت أحمر بس بيقول لك برضو في الخمسة في قبل الطرد لما كان بيلعبوا 11 قدام 11 فلعبتنا كانت بتلعب بشكل جيد كانت بتأدي بشكل جيد. But yes the red card gave us an advantage. لكن طبعا الكارت الأحمر اللي خده لاعب وفاء سطيف إدى أفضلية للنادي الأهلي إدانا أفضلية. سؤال آخر؟ تفضل كريم. عليكم السلام. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان شرط امس بيان تحدث فيه عن صيغة المباراة النهائية معلش هو لا راح نتكلم عن المباراة نتكلم عن المباراة مش عن النهائي ده مؤتمر ماتش سطيف مش فاهم اليوم الندوة الصحفية المباراة غدا ان شاء الله تفضلي يا اخت مني تفضلي الترجمة يا ترى وفاء سطيف قادر يرجع تاني يعمل كامباك ويرجع تاني ولا صعب بالنسبة له؟ There's a lot of stories that have been written in football about the games. There's a lot of results that have been overturned in football and it has happened. It's reality. So it is possible that they can overturn the results. But they can only do that if we allow them to do that. هو بيقول طبعا تاريخ كرة القدم فيه قصص كتير لمواقف زي دي والنتيجة اتقلبت تماما وتم الفريق التاني بالتعويض فده ممكن طبعا يحصل لأن ما كانش كده في حاجة زي كده إلا كانت حقيقة ممكن تحصل بس ده مش هيحصل إلا لو احنا سمحنا لهم إن يحصل ده. يعني المفروض ما يسمح لهمش إن يرجعوا بالنتيجة ويعوضوا ويسجلوا خمس أهداف. آخر سؤال بالنسبة للكوتش وبعدين للكابتن. لا الكوتش قبل لا عندك سؤال الكوتش اخر سؤال الكوتش كوتش كريم الكوتش تفضل كريم العربية كابتن كابنوس حبيت فقط اسال المدرب هل عينتم ارضية الميدان ملعب 5 أجوية ما رايكم في الملعب؟ Did you check the pitch? The resolution? What do you think about it? The pitch is a 5 أجوية the stadium will play this one. This one here? Yeah. The pitch is always good here. والملعب دايما بيكون مبصرش عليه بس الملعب دايما بيكون كويس هنا. I was here maybe 15 years back or 10 12 years back. جه من حوالي 15 سنة أو من 10 12 سنة. To play USMA here. لا جه مع فرقته السابقة لعب مع اتحاد العاصمة هنا. And the pitch was good. والملعب كان في حالة جيدة. And the pitch is always good. والملعب هنا دايما في حالة جيدة. Thank you coach. أسئلة للحارس الكابتن تفضل. تفضل. شكرا سعد. سليم عبد الشمس من حرب ديك على كل حال. السؤال دور حول المقابلة الهامة والهامة جدا بالنسبة لفريقين أربعة مقابلة صفر في القاهرة ليس على الأهلي في الجزائر أنت تعرف الكرة الجزائرية وما أعتقدش باللي المقابلة راح تكون بقول سهل بقول صعب في تخيل هذه المقابلة من ناحية تقنية والنتيجة نهائية أكيد طبعا المباراة تبقى قوية مش هتبقى سهلة خالص احنا انا زي ما قلت المباراة الأولانية احنا سهلنا على نفسنا المباراة بس خلاص احنا نسينا المباراة الأولانية فنفكر في المباراة الثانية هنا في الجزائر عشان احنا عارفين وقف سيف فرقة محترمة جدا ولها جمهور لعبت قبل كده هنا 2018 و
يعني وشفت الجمهور عامل ازاي والفرقه على ارضها تبقى عامله ازاي والكلام ده كله. اصل اللعيبه هم مركزين جدا وعارفين اهميه المباراه، احنا عندنا هدف واحد اللي احنا نوصل النهائي، والمباراه تبقى صعبه وزي ما الكوتش ما قال احنا عايزين نسجل هنا وهنقدر ان شاء الله نسجل. احنا لو اديناهم الفرصه هم يسجلوا، بس ان شاء الله مش هنديهم الفرصه ونبقى مركزين ان شاء الله في المباراه. تفضل يا ياسر. السلام عليكم، اسم عبد الجزائر الماتش. كابتن شنداوي مرحبا بالجزائر. شفنا العلاقات الجزائريه المصريه كانت دائما مقابلات اخويه، شفنا حتى امبارح طفل صغير بالبوريده اتى من اجل حبيبك. وش تقول شعب الجزائر؟ طبعا مرحب بك طبعا، وطبعا يعني بصراحة أنا دي تاني مرة أجي الجزائر، تالت مرة أجي الجزائر بصراحة. يعني الشعب الجزائري من شعب يعني مضياف زي ما بيقولوا، وبصراحة قابلنا بشكل كويس جدا. البعثة كلها والشعب الجزائر يعني شايلنا فوق الراس، الناس كلها بتقابلنا كويس، الناس كلها اي حاجه بنبقى محتاجينها بيبقوا معانا. وامبارح زي ما حضرتك قلت في طفل جه امبارح وفي ناس كتير جت امبارح، بس هم وانا شايف ان في ناس هنا كتير بتحب النادي الاهلي. لا بصراحه يعني الشعب يعني زي ما بيقولوا احنا اشقاء يعني. وطبعا المباراه في الجزائر نفس في مصر نفس النظام، احنا قابلناهم بشكل كويس جدا، وحتى بعد المباراه كلنا سلمنا على بعض، وده اهم حاجه في الكوره يعني يبقى في روح رياضيه بين اي شعب. وطبعا مبسوط ان انا موجود معاكم هنا في الجزائر. سؤال للكابتن، اخر سؤال ما كان، تفضل. انت كحارس مرمى حبينا فقط نسالوك على حارس مرمى منتخب فلسطين. اذا قلت كيف يو اسك يو اباوت ذا جول كيبر اوف منتخب فلسطين. مشكله الاداريه الفرديه في مباراه الترجي، يعني بعيدا عن مباراه الاهلي. فوزي بلاي فيري جود اجينست الاكسبيرينس. أكيد عامة أنا مش بقيم عشان أنا برضو حارس زيه برضو، أنا الناس اللي بتقيم، بس هو أكيد طبعا الأجوان الكبيرة اللي عمل لغاية المباراة اللي بتاعت النادي الأهلي عمل هو مثلا سبب كبير جدا مع الفرقة طبعا، إن هو يكونوا موجودين في نصف النهائي. هو في الأول وفي الآخر هي فرقة جماعية، وهو بصراحة من الناس المحترمة جدا، قابلته في القاهرة واتكلمنا مع بعض، وهو بصراحة من الشخصيات المحترمة وجون كبير طبعا. والفترة اللي فاتت كان عامل ماتشات كويسة جدا وطبعا جون مميز جدا يعني. شكرا. Thank you everyone. Thank you coach. Thank you captain. And good luck for your game. Thank you. شكرا. السلام عليكم.